السلام عليكم خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله. غادي نفصل معكم واحد جلابة صغيرة ديال بنيتها في عمرها 5 سنين. هنا عندي توب ديال الكريب، كما كتعرفوا هذا العام اكثرية التوب ديال الكريب كيجي زوين، كيجي نازل في اللبسة. عندي هنايا التوب فيه متر ونص، غادي نجيبو هكا، راني طاويه هنا على جوج. هذه هي الحاشيه اللي فيها هذا التقيبات اللي كيكونوا هنا، هاد العوينات. هذه هي الحاشيه، هذا هو الطول ديال الثوب. غادي نشدوها هكا وغادي نطويها هكا على حساب الجلابه. انا غادي تجيني مسدوده من القدام، الا بغيتوها تجي مفتوحه غادي تردوا هاد الجهه هذه لهنا وتردوا هذه لعندها لهنايا هكا. كما كنفصلوا الكبار ونخليو هاد الحاشيه هنا ما نحسبوهاش، نخليوها خارجه ونحطوا العبارات ديالنا هنايا. انا هنا غادي نطلقها وغادي ندير لها الطريقه الاخرى. صافي، هنايا غادي نطويها هكايا على 4. غادي نشوف شحال بغيت في الايفازي من التحت. انا غندير لها 29 هنايا. مش ما تجيناش من التحت عريضه بزاف مجنحه، على حساب غيكونوا فيها الفتيحات في الجناب. صافي، هنايا ما كانلاش نوصلوها حتى لهنا حتى للتالي. هنايا اول حاجه غنحطوا، نبداو بها، نبداو بالكتاف، نحطوا العبار ديالنا. كما كتعرفوا العبارات بحال الكبار بحال الصغار، كنقسموهم حتى الكتاف كنقسموهم على جوج. عندي انا 29 في الكتاف، غادي نقسمهم على جوج، غادي يعطيوني 14 ونص. غنحط هنايا 14 ونص ونزيد سنتيم ديال الخياطه، وغادي نزيد هنايا على الجلابه هذه. عندي الكتاف طايحين، غادي نزيد نطيح الكتاف هنايا. يمكن لكم على حساب فين بغيتو الكتاف، داك الساعه غادي تشدو العبار فين بغات البنيته الكتيفه تيجيو طايحين، واش طايحين بزاف واش شويه، على حساب شحال الكليان اللي شنو بغا. انا هنايا غادي نطيح لها بواحد 7 سنتيم. الدورة ديال العنق غادي ندير لها 6 سنتيم باش ما يجيناش الدورة ديال الرقبة محلولة بزاف، على حساب هادي بنيتها صغيرة. نديرو لها 6 ونهبط بجوج في الخلف وندور هكايا بيديا. هنايا غادي نجيب هاد المثلات هذا وغادي ندي من هاد القنت هذا، هنايا طيحت الكتاف ديالي. الدراع عندي 15، غادي نحط الدوره ديال الدرع ديالي 15 ونزيد 2 سنتيم، الاحسن نزيدو 2 سنتيم حتى نديرو لي سياج. هنايا غادي نحط الدوره ديال الصدر، عندي في الدوره ديال الصدر عندي 19 وغادي نزيد 2 سنتيم. غادي نهبط هنايا 18، وهاد 18 غادي نقسمها على جوج هكا. هادي النقطة ديال البطن وهادي ديال الحوض. غادي ندخل سنتيم واحد في البطن، والحوض غادي نخرج 2 سنتيم على الصدر. كما كتعرفوا الدراري الصغار ملي كيكونوا صغيورين واخا ما كنشدو لهمش بنيتات الصغار الحوض والبطن، صافي كنزيدو لهم واحد 2 سنتيم على الصدر، والبطن كندخلو 1 سنتيم. الا بغيتو الجلابه تجيكم مخصره من البطن جايه هكايا داخله، ما كانش كتشدو من هاد النقطه هذه ديال الصدر وكتهبطوا الطول ديالكم بلا ما كديروا داك الدخله ديال البطن بالنسبه للدراري الصغار. الطول عندي 85، هي جاياني هنا
وغادي نزيد واحد 6 سنتيم ديال العطفه، صافي. غادي ندير واحد الخط مستقيم من هنايا، غادي ندير خط هنايا في الدرع، هنا غادي نجيب الفيستولي ونسلم هاد النقطة ديال الحوض للبر لهنا، ديال النقطة اللي عندي ديال الصدر هي عندي هنايا، غندير لها على هاد الشكل هذا. وهنا غادي نجيب هاد المثلث وغادي نسلم هاد النقطة ديال الحوض لهنا لهاد النقطة اللي عندي هنا ديال الإيفازين، خليها مطويه هكاك هاد الوسطانيه هادي. وغادي نعلم هنايا، غندير الطراساج ديال الدور هاد العنق، غادي نهبط هنايا بسبعه وغادي ندور هكايا، وهنايا باش غادي نعلم هاد الخط هذا اللي غادي في الوسط على حساب هادي، غادي نخدمها بالتنبات هاد الجليلبه هادي، غتخدم بالتنبات اللي خرج هاد العام، غتجي التنبات عندها هنا في الكتاف وفي هنايا في الدوره ديال الدراع في الفتيحات وفي الهبطه هنا، وغندير لها شي زواقه هنا في الوسط ديال على الصدر هنايا، غادي نعلم هنايا المنتصف وغادي نجي لهنا لتحت وغادي نعلم عاود المنتصف هنايا، باش غادي ندير خط هنا، غادي نقص واحد السنتيم. كما كتعرفوا الامام راه دائما كنقصوا سنتيم باش ما كتجيناش جلابه، ولا المهم جلابه قفطان اللي كان ما يجيناش مقلوب للظهر يبقى يتقلب لنا اللور. كما شفتوا درت هنايا نقطه وهنا درت نقطه، وغادي ندير خط يكون مستقيم هنايا، خط مستقيم باش عليه غادي ندير الزواقه في الوسط، وغادي تجينا هنايا طالعه داك العقيق هنا مبروم في الوسط، غادي ندير هذا اللون هذا باش ما يبقاليش باين في الاورانج، كما كتشوفوا هذا هو الخط جاي في المنتصف، غادي يطلع عليه العقيق هنايا، وغندير واحد الفتيحه صغيره هنايا تكون فيها شي 6 سنتيم باش يتقلب لنا القب من جهه ونقلبه، صافي. هذه هي الفتيحه ديال العنق، هنايا غادي نخيطوها وعاد يدوز عليها العقيق مع القب، ان شاء الله تشوفوا معايا منكم كنطرقها. هذه كتجي ساهله، هاد الجليلبه هذه كتطرق غير بالماكينه، كلها كتمونطا بالماكينه بالخياطه، وعاد كتدفعيها للسيده اللي غتنبتها، كتنبت على داك الخياطه من الفوق كتجي مغطيه. دابا غادي نفصل الكمام، هاد الطرف هذا اللي بقى لي غنجيبو هكا، وغادي ندير هنايا الكمام ديالي، الكمام زدنا فيهم 7 سنتيم في الكتاف، زدناه هبطنا 7 سنتيم، داك 7 سنتيم غنقصوها من الكمام، هنا الكمام انا عندي فيهم 36 وغنقصو منها 7 غتبقى لي 29، غنحط هنايا 29
هي عندي هنا 29 هي هنا، وغادي نزيد 3 سنتيم ديال الخياطة. الدورة ديال الموش عندي فيها 12، نزيد سنتيم ديال الخياطة. غندير هنايا في الدورة ديال الدراع، هنايا هذا الكم اللي غيجينا لاصق في الدراع، ندير فيه 18 صافي. وغادي نجيب نصيب هنا بخط من هاد النقطة ديال ليمونش، النقطة هنا ديال الدراع، وغنجي لهنايا وغنهبط واحد جوج سنتيم. وهاد جوج سنتيم غنديها لهنا للتالي القنت هنايا صافي. هادو هما الكمام ديالنا، هادو راهم ساهلين. صافي هادو هما الكميمات ديالنا. هنايا غادي نفصل القب ديالي، هذا هو الطرف اللي شاطلي، غادي نجيبو هكا، غادي ندير غير القياس ديال القب شحال غادي يكون عندي في الدوره ديالو. هنا غادي ندير في الدوره انا ديال القب، هذا صغيور غندير فيه 33. العرض ديال القب غندير 23، دائما الفرق بين هذا هو الدوره ديال القب وهذا العرض ديالو، دائما كيكون بيناتهم الفرق 10 سنتيم. غادي نحط هنايا، هنا الا بغيتو تعبروا الدوره ديال الرقابه ديال الفتحه ديال العنق وتتاكدوا منها، من الاحسن تعبروها تشوفوا شحال فيها، باش داكشي اللي فيها كتحطوه هنايا باش يخرج لكم العبر هو هذاك. ما كانش راه كديروا الصغار كديروا لهم 20 سنتيم ولا 21، هنا عندي 7 سنتيم، هنا عندي 12 هي 19 سنتيم غادي نجي لهنايا وغادي نحط 18 سنتيم. غندير خط مستقيم، وغادي نطلع من هنايا بخمسة سنتيم هكا، وغادي ندير عاود خطها من هاد النقطة هادي لهنا للقنت. غادي نجي لهاد المسافة هادي نقسمها هكا على جوج بحال الشكل ديالكم، كنخرج من هنايا سنتيم وكندخل من هنا سنتيم صافي هكا على هاد الشكل هذا. وغنجي من هاد النقطة هادي اللي علمت هنايا اللي قلت لكم 23 لهاد النقطة هنايا، هذا هو القب ديالنا صغيور. ملي كتكون البنيته عاود كبيره مثلا عندها 8 سنين ولا 9 سنين راه كتزيدوا فيه شي شويه، كتزيدوا هنا في الطول شويه وكتزيدوا هنا في العرض. وهذا هو القب، راه ما درتلوش داك الودينات اللي من هنا الحساب هذا غيكون بالعقيق، ما نحتاجوش داك الودينات اللي كيجيو خارجين هنايا بحال ملي كنبغيو نخدموا السفيفه ولا الطراسن. وصافي هذه هي الجلابه ديالنا، ان شاء الله غادي نطرقها بالماكينه وعاد نتفحى السيده اللي غادي تنبتها لي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا وتخليو لنا لي لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها. والسلام عليكم ورحمه الله.